هو ده الفعل الحقيقي اللي احنا بنتواصل. يعني احنا لما نقول 5000 شاب و160 دولة مشاركين فلازم ياخد هذا الحجم. هذا الابهار اللي حاصل مش جاي عشان احنا صارفين فلوس عشان الناس بس بتتك على هذه القصة. بالمناسبة اللي عملوه الشباب دول مش فكرة انه بينظموا بس، حياتك في التنظيم، فكرة رباطة الجأش، فكرة الثبات الانفعالي، فكرة ان هم مؤهلين للتعاطي مع كل ما يحدث من تصرفات، لان مش كل الضيوف بيبقوا لطاف، ومش بالزبط. كل الناس بتبقى فاهمة، ومش كل الناس بتبقى جاية، وشخصيات مختلفة، حضارات مختلفة، وثقافات مختلفة. صحيح. فان هم يقدروا ان هم يتعاملوا بنفس الهدوء والثبات مع كل هذا الاختلاف، مع كل حاجة. انت بتتكلمي على السوشيال ميديا، ويمكن انا يعني عايز كمان اقول انه من الكتيبة دي زملائنا واخواتنا من ذوي القدرات الخاصة، اصحاب الهمم، اللي في الحقيقة مش موجودين علشان هم زي ما كنا بنجيبهم زمان يتصوروا، لا هم في الحقيقة جايين وبيشتغلوا احسن مننا واحسن من اي حد، وفاعلين وحاسين بقيمتهم، ودي القيمة المضافة الحقيقية اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي واحنا في عام الاعاقة، انه ترجم ده على الارض. لو انت عندك مشكلة، هو في الحقيقة مشكلة بيبقى عندنا احنا المشكلة، لانه ممكن واحد يبقى ما بيعملش حاجة في الحياة، لكن ده بيعمل اصحاب الهمة لما بيحب يعمل بيعمل، وبقى رقم مضاف. فعايز اقول كمان انه هم مش بيشتغلوا تنظيم بس، هم بيشتغلوا تنظيم، بيشتغلوا تسويق لهذا الوطن. كل حد بيبقى مع مجموعة بيبقى سفير فعلا حقيقي لهذا الوطن. ويمكن في الحقيقة انا اتكلمت مع الناس من جنوب افريقيا مرورا ببولندا بالولايات المتحدة الامريكية، انطباعه عن التنظيم المحلي او التنظيم الوطني، خلينا اقول انه كتيبة المنظمين الوطنيين، ما كناش بنعرف نعمل ده، هذا التنظيم عالمي، احنا بقى عندنا فريق للتنظيم، بقى عندنا فريق للتواصل، بقى عندنا فريق في السوشيال ميديا، بقى عندنا مجموعة قادرة على الفعل، سواء من البي ال بي او الذين يشاركون من الجامعات المصرية. لكن في تجربة البي ال بي في الحقيقة انا عايز اقول انه 2018 هيبقى عام فاصل، لانها ابتدت فيها مرحلة جني الثمار. ويمكن الناس اللي شافت اي عطية على الشاشة وهي بتتكلم بتلك البساطة، عفوية وبساطة، والحقيقة يعني خلينا نتكلم شوية برضو على هذا الاداء، ان كان تميزت كلماتها بهدوء وببساطة شديدة جدا، والبساطة دي بالنسبة لي يعني اكتر حاجة لفتت نظري في الكلمة، ان هي وصلت، يعني كلمة آية وصلت لكل الناس وتحدثت بمنتهى العفوية، فالكلام وصل زي ما بيقولوا كده للقلب، فكل الناس فهمت يعني.